السلام عليكم البنات، خوتي وخواتاتي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ اموركم مزيانه؟ كي دايرين مع اليوتيوب؟ غاديين مزيانين تبارك الله عليكم يا الغاليين يا العزاز. اليوم راني جيت نتشارك معاكم واحد الوصفه راه غزاله وزوينه، والناس اللي محتاجينها راها فنه 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 فنه. ان شاء الله الرحمن الرحيم تجيكم كيما نتوما بغيتو، والله يعطيكم العزيه الغاليين يا العزاز من كل البلاد من كل بلاصه. راني رجعت لكم بواحد الوصفه من داكشي. ان شاء الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا وندوزو نوريكم شنو اللي كاين في هذه الوصفه هذه، ما تنساوناش من اللايك، وما تنساوناش من الدعم، الله يعطيكم الخير، وما تنساوناش الله يرحم الوالدين بالبارطاج، الله يعطيكم العز، وما تنساوناش من الصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا البنات هاد الوصفه هادي اللي كنحتاجو فيها، كنحتاجو فيها هاد النبته، هاد النبته هادي راه كل واحد باش كيسميها، كل كيقول لها ميت القلب على ود حينتي كي فما زرعتيها كتنوض. هادي اللي عندها هاد الصبيعات هادي، هادي راه حبيبه وغاليه وغزاله وفنه. انا بالله ما جيت هاني بغيت نصايبها نيت المهدي، وان شاء الله الرحمن الرحيم البنات تعجبكم وتجيكم كيما نتوما بغيتو. قلت علاش ما نتشاركهاش معاكم؟ هذه راهي عرفتوها غنيه بالماء، راه فيها الماء مزيان، وهي هي كديروها وانتم وراكي اكثر منها الماء، كتحكوها ولا كطحنوها وكتشدوا داك الماء ديالها وكديروه لهذه الناس اللي عندهم الكزيمة وعندهم الصدفيه وكيطيبوا لهم بين صباحهم، واللي كتكون فيهم راه عرفتوا اللي عنده الكزيمة والصدفيه ما كتبقى عنده لا خاطر لا حتى شي حاجه، راه واعره كتبقى كتاكل. ودوك هاد الصدفيه كتبقى تشد هاد البلايص هادو، كتشد كاع البلايص اللي كيكونوا بحال الركابي وبحال كاع الكوعين فما كيكونوا كتشد فيهم. ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم وديروها، والناس اللي محتاجينها انا كنقول لكم شي حاجه اللي مجربينها الناس وشاكرينها وعندهم استفدوا منها الناس، هادشي علاش كنوريها لكم. ان شاء الله الرحمن الرحيم تجيكم كيما نتوما بغيتو. عندنا هاد النبته يا البنات، عندنا غير جوج حويجات، غير النبته والزيت البنات ديالت الكبريت، زيت الكبريت هانتوما البنات، الزيت ديالت الكبريت عادي تمشي تجيبوها من الفرماسيان كتاخذوا زيت الكبريت، واللي ما عندوش باش ياخذ زيت الكبريت راه كتاخذوا غير هاد الكبريت هذا وكطحنوه وكديروها البنات في حمام ماغي وكتزيدوا عليه زيت ويلور وكتخلوها البنات كيطيب يطيب 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 يطيب، وكتستعملوا مع هذه راه كتولوا لاباس. واللي عنده ياخذ الكبريت راه كتاخذوا فيه واخا غير جوج درهم راه كيعطيها لكم، الا سميتو هو تاخذوا زيت الكبريت راه زوينه وغزاله وفنه. كتجيبوها وكتخلطوها كطحنوه بحال هكا وكتصفوه، انتم شوفوا كيفاش كيولي، شوفوا انتم كيولي داك الماء ديالو خضر، انتم البنات شفتوه هذا راه الماء ديالو ما كاينش معاه مازال شي حاجه والو، ما معاه حتى حاجه. هانتوما شدي سمين هانتي شدي وري لي هانتوما، والكبريت ها هوك، هذا راه الكبريت البنات ها هوك، وهذا راه الزيت ديالو راه كتباع في الفرماسي. كتاخذوا هي البنات وكتزيدوها شويه، كتزيدوا واحد القطيرات على هذا وكتحركوهم البنات بواحد القطنه، كتشدوا واحد القطنه بحال هكا، كتشدوها بحال هكا واحد القطنه كديروها فيه بحال هكا حتى كيتخلط لكم هادشي هكا مزيان، كتشدو كتهزوها بحال هكا فهاد القطن وكتمشوا للبلايص اللي فيهم هذيك المرضى، البلاصه اللي فيهم هذيك المرضى كتبقاو تحكوها بحال هكا مزيان بالكبريت، كتبقاو ديروا ليها. اللي كاين عنده في يديه، اللي عنده في رجليه، اللي عنده في راسه، اللي عنده في ما كاينه ولا في هاد الكعيبه تاع رجليه، ولا اللي عنده في الركابي، المهم اللي كاينه في ذاته كامله يطلع ليها هاد الشيء، يبقى يحك عليها بحال هكا. واخا هو هاد الكبريت فيه شويه الريحه ولكن ماشي مشكل، راه كديروها وكتصبروا كتبقاو بحال هكا كديروها. راه بنادم الا دارها غير جوج المرات ثلاثه في السيمانه راه بحال كنتو كتكذبوا، راه كتمشي كتشوفها غاديه 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 حتى كتغبر. هذا الخير هذا راه عطاه الله البنات، هذا راه ناي تبارك الله في الجرادي ببلاش كما كيقولوا خوتنا المصريين، هذا راه فابور
كتجيبوها من الجرادي وكديروها، وزيت الكبريت راه كتشروها، اولا كتمشيو كتصايبوها كما قلت لكم. الكبريت ها هو كتجيبوه من عند العطار وكتصايبوها، ها هو وكتصايبوها يا البنات وكديروها، راه مزيانه وفيها واحد الفوائد وكتعطي واحد النتيجه راها غزاله وفنه. هذه راه من داك الشيء، من كيقولوا من عائله الصبار، هذه راه من جايه من الصبار البنات. هاد النبته هذه وراه فيها المنفعه بزاف. شوفوا غالوه فيها راه شحال فيها ديال المنفعه، وشوفوا تبارك الله غير الدرك راه كيكون فيه المنفعه تا هو، شحال حاجه كيلاق من شحال حاجه وحاجه. وزيدها هذه راه من الفصيله ديالهم تبارك الله، وفيها المنفعه ان شاء الله الرحمن الرحيم، تجيكم كما نتوما بغيتو. خلينا نهضر لكم على التنعيه، راها فيها المنفعه مزيان، راه كداوي لواحد الدرجه ما كتصورش. خل كبريت فيه الريحه، راه بنادم كيصبر يديرها ويصبر واحد الساعه اولا ساعتين ويمشي يدوش ويحيد عليه الريحه ويجلس عاوتاني واحد يومين ويعاودها، راه بحال كنتو كتكذبوا. واللي عنده غير في يديه وفي رجليه راه كيديرها، ومن بعد كينوض كيغسل يديه وغسل رجليه ويعاودها عاوتاني، ما عندوش مشكل. والصبر وراه مفتاح الفرج كما كيقولوا. وهذه راها غزاله وفنه، وان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم، الله يعطيكم الخير. وما تنسوناش من الدعم ديالكم ولي لايك ديالكم، وحنا رحنا معاكم واخا كنتشغلوا شويه، رحنا كنرجعوا غير الوقت اللي كدينا وصافي. الله يحفظكم الله يعطيكم الستر وتبارك الله عليكم، وحنا راه فما كاين شي حاجه راه كنتشاركوها معاكم. وياسمين بتسلم عليكم. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم رجعنا لكم بواحد الفيديو جديد، ما تنسوناش من لايك والسبسكرايب، واللي يلاه دخل جديد يدير لنا ابوني والبارطاج. خوتي خواتاتي صيفطوا لعائلاتكم، وعائلاتكم يصيفطوا لعائلاتهم لعائلاتهم. وشكرا لخوتي وخواتاتي كاملين اللي كيتابعونا، وحنا فما عندنا شي حاجه زوينه راه حنا كنشاركوها معاكم، وما كنخبوا عليكم حتى شي حاجه. وماما راه صايبات لكم الوصفه اللي فيه القزيمه، القزيمه والصدفيه. راه هاد الوصفه زوينه بزاف، وكداوي وكتشافي. اللي كيعتبرين بين صباحهم الطياب تاع بين الصباح راه كتلاق لواحد الدرجه ما كتصورش، راه زوينه فنه والله. يشافي وعافي كاع اللي فيه الصدفيه، الله يجيب الشفاء العاجل يا ربي لكل واحد، والناس غير السبب والكمال على الله. ونتمنى ان شاء الله تشاهدونا من الاول حتى الاخر، ما تنساوناش من لايك وكومونتير. وشكرا لخوتي وخواتاتي، كنشكركم كاملين، وما تنساوناش. الله يحفظكم لينا، وتحياتي لخوتي وخواتاتي كاملين. كنشكر جميع الناس جميعا، شكرا لكم، شكرا جزيلا. المغرب وخارج المغرب وخوتنا وخواتاتنا من كل بلاد، داخل المغرب وخارج المغرب وخوتنا وخواتاتنا من كل بلاد. والبنيات اللي كيقراو يجتهدوا راه باش يطلعوا للمستوى اللي هما غادي يطلعوا البنيات والبنيات ويديروا ملي يكبروا يديروا داكشي اللي بغاو، يخدموا الخدمه اللي بغاو. وما تنساوناش من السلام عليكم، وشكرا لكم، وكنقول لكم اجتهدوا البنيات صغيورين. نبتة هي الناس اللي عندهم الصدفيه، البنيات راجعهم الدواء حاجه سهله. وهاد النبته هادي راه كتكون غير في الجراد، ديك النهار كنا كندورو لقيناها نيت. لا موجوده، موجوده في اي بلاصه، في اي بلاصه ماشي في الجراد كتكون موجوده تبارك الله. وبغيت نقول لكم اجتهدوا، الله يحفظكم، والامهات والاباء والخوت والخواتات عاونوا وليداتكم باش وعاونونا وديروا لنا لايك وديروا لنا ابوني. عاونوا وليداتكم باش يعطيكم خير، عاونوا وليداتكم باش يطلعوا يوصلوا للمستوى اللي هما بغاو ولا نتوما بغيتوا، وتفرحوا بهم ان شاء الله. وما تنساوناش من لايك، وشكرا لخوتي وخواتاتي كاملين، والله يحفظكم ويحفظ لكم جميع الاحباب تاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع سلامه الله. ما تنساوناش حنا غادي نلوحوا فيديو جديد، وما تنساوناش من لايك وشكرا، بحال عادتنا القديمه. باي باي.